بدأت وزارة التربية والتعليم التنسيق مع جميع المدارس الحكومية لإقامة يوم تعريفي لأولياء الأمور في المدارس الحكومية وتسليمهم ملفا يحتوي على المعلومات المتعلقة بانسيابية العمليات التعليمية. وأكد المدير العام لشؤون المدارس أن المدارس الحكومية ستقوم بدعوة أولياء الأمور لحضور الأيام التعريفية، حيث ستتضمن استقبالا وجولة تعريفية للإطلاع على أهم محطات العام الدراسي الجديد.